موتور، ونحن اليوم نريد أن نمشي على طائرة. الماكينة للموتور صغيرة ولا تستطيع أن تحرك أو تشغل محرك طائرة، فهنا خلاص صارت قديمة، ليس بالضرورة أنها عائق ولكن صارت قديمة. التجديد في الفكر سأعطيكم صورة في رأيي أنها أقرب صورة لما يجري في العقلية الإسلامية اليوم بسبب عدم تجديد الفكر. لدينا مثلا جهاز كمبيوتر. جهاز الكمبيوتر أول ما تبدأ فيه برامج أساسية اللي بتشغله، تمام؟ مع الأيام مع الاستخدام المستمر تدخل الفيروسات مع الأيام بتثقل الجهاز، يصبح الجهاز بطيء الحركة، بل قد تصل إلى مرحلة أنها تعطل الجهاز، توقف الجهاز تماماً، يعني هذه الفيروسات. طيب ما هو الحل؟ الحل إذا أردنا أن يشتغل جهاز الكمبيوتر العقل الإسلامي بشكل ديناميكي ومستمر وسريع وحركة سريعة، نحتاج لجهاز الكمبيوتر حاجتين. الأولى مكافحة فيروسات، يعني نحتاج عملية نقدية مستمرة دائماً ننقد العقل الإسلامي. النقد هذا هو بمثابة مكافحة فيروسات، علشان يبحث يلتقط أين الفيروس ويكون هذا ذكي في التقاط الفيروسات علشان ما يصير بعدين يضرب ملفات أساسية. النقطة الثانية، نحن بحاجة إلى تحديث البرامج نفسها، لا يكفي فقط أن يكون لدينا مكافحة فيروسات، لأنه البرامج نفسها كل مرة تتحدث. هذا التحديث بيعمل سرعة أعلى، توسيع للذاكرة أعلى، وهكذا. فكلا الحالتين نحتاجهما لكي يمشي جهاز الكمبيوتر بطريقة أسرع. نحتاج إلى قضاء الفيروسات ونحتاج إلى تحديث للملفات بشكل مستمر. طيب، هل التجديد في الفكر الإسلامي مثلا يهم المسلمين أو يهم المتدينين فقط، أم يهم كل المجتمع؟ لأنه أحيانا لما واحد يتحدث في قضايا دينية ويحاول يناقشها، نسمع من قبيل أنه وأنتم جالسين حانبين لنا في الفكر الإسلامي، وجالسين بتكلموا لنا عن الإسلام، وجالسين الناس بيتكلموا عن الصناعات وأنتم جالسين بتكلموا عن كذا. هذا للأسف كله كلام ساذج وكله كلام شعبوي، يعني كذا للتصريف، يعني ليس له أي قيمة معرفية حقيقية. الذي يعرف قيمة الفكر وأي فكر بشكل عام يعرف قيمة أن تناقش الفكر الذي يحكم ثقافتك. يعني هناك بعض السذج يقول تجاوزوا هذا الفكر تماما. إذا كان تجاوزه يعني بعد نقاشه وبعد تفكيكه ومحاولة إيجاد فكر جديد، هذا ممكن، لكن أنك تقول تجاوزه فقط كذا، لا، هذا الفكر الذي تقول ببساطة تجاوزه هو يحكم عقلية المجتمع، وأنت لا تستطيع أن تتجاوز عقلية المجتمع ولا كيف يفكر. هذا المجتمع هو يفكر بهذه الآلية، فتجاوزك له هو نوع من الحرث في البحر، نوع من الأوهام فقط أنك تستطيع أنك تتجاوزه. ولذلك كل المفكرين الكبار في القرن العشرين لابد أنهم ناقشوا الفكر الإسلامي. جيبوا لي مفكر كبير بيناقش العقل العربي، العقل الإسلامي على مدى التاريخ، يحاول يطرح مشروع بدون أن يشير أو يناقش الفكر الإسلامي، لا يوجد. سواء كان ليبرالي، يساري، قومي، إسلامي، كل هؤلاء اشتغلوا على فكرة الفكر الإسلامي، لأنه حتى المسيحي مثلاً هو يعتبر أن الثقافة الإسلامية هي الثقافة الموجودة في بلده، ولا ينظر لها كدين ولكن ينظر لها كثقافة موجودة في بلده. يعني المسيح العربي هو يفكر الثقافة الإسلامية وهي هوية أيضا. يعني لذلك مثلا سنجد مفكرين مسيحيين تعمقوا في الفكر الإسلامي وناقشوا في الفكر الإسلامي. يعني مثلا جورج طرابيشي مفكر غير مسلم، ومع ذلك يعني هذا طبعا غير مسلم بمعنى الولادة، وإلا يعني كل إنسان لديه توجهات معينة وربما
عندما أقول غير مسلم يعني غير ليست معناها غير إسلامي، لكنه ناقش بعمق شديد يعني قضايا الفكر الإسلامي، لأنه يعرف أنه لن تحدث نهضة لهذه الشعوب إلا بمناقشة هذا الفكر. عزمي بشارة أيضا، أمثلة موجودة في الوطن العربي كثيرة. فإذا أي كلام بيقول تجاوز الفكر الديني كذا بشخطة كلام، هذا هو ربما كسل فكري أو كسل عقلي فقط، لا يستطيع أن يدخل هذا الحقل الصعب، فيدعو إلى تجاوزه ببساطة. أنت لا تستطيع أن تتجاوز ثقافة مترسخة في مجتمعك دون أن تغوص بداخلها، تحاول تفككها، يعني تفكك يعني بعض الأفكار اللي هي خاطئة وسلبية، وتستفيد من الأفكار الإيجابية. يعني هو التراث الإسلامي والفكر الإسلامي هو أشبه بالنهر، هذا النهر فيه سمك وفيه تماسيح. السمك تحتاجه علشان تعيش وتواصل المسير، والتماسيح تحتاج أن تقضي عليها حتى لا تأكلك، حتى لا تنهيك. ففكرة الاشتغال على الفكر الإسلامي هو من أخطر وأهم الأشياء في حدوث أي نهضة في مجتمعاتنا. إذن ليس لنا من خيار النهضة سوى أن نغوص في هذا المجال، أن نجدد. إهمال تماما غلط، وقبول كما هو يعني مجرد، والحاصل أننا في حالة ركود كبير. طيب، كيف يكون التجديد عندما نأتي إلى فكرة بشكل عام أو إلى مجتمع يعني فيه مشكلات، ونريد أن نعالج هذه المشكلات بنظرية تجديدية أو فكرة شاملة؟ التجديد في رأيي يمر بثلاثة مستويات. المستوى الأول هو مستوى الجزئيات والفروع، يعني أمسك فروع في الفكرة الإسلامي، جزئيات معينة، أعالج هذه الجزئية وأقول هنا خطأ والصح كذا، هنا جزئية كذا والصح كذا، هنا جزئية كذا. بعد أن يتشكل لدي مجموعة من الجزئيات الكثيرة التي عالجتها بمنظور مختلف غير المنظور السابق والسائد، أبدأ أحاول في صياغة كلية لهذه الجزئيات، وبعد الصياغة الكلية أعمل إطار فلسفي. إذن لدينا جزئيات يعمل لها كليات تفسر هذه الجزئيات، ثم إطار فلسفي يفسر هذه الكليات، سأفصل فيها. مثلا في الجزئيات لدينا في الفكرة الإسلامية والإسلام ثلاثة أقسام رئيسية: عقائد وشعائر وشريعة. المقصود بالتجديد في العقائد هو إزاحة الخرافة منها، يعني الخرافة هي يعني بمثابة الفيروس الذي يدخل العقل للتحرك، كلما كان في عقله كمية كبيرة من الخرافات بتحد من انطلاقته في التفكير. الشعائر التعبدية إزاحة البدع منها، لأن هناك فلسفة محددة للشعائر التعبدية، وهي هذه شعائر محددة وظيفتها استنهاض العاطفة الدينية لبناء الأرض، جعلها هي الهدف النهائي. هذا إهمال للفكرة الرئيسية، ولذلك هي محدودة علشان لا أحد يزيد فيها ولا ينقص. الزيادة فيها أو النقصان يعتبر بدعة. يعني أنا أشبه فكرة البدعة بفكرة التثليج اللي هو الديب فريز، يعني لبعض الملفات. فريز بمعنى يحفظ الملف كما هو، لا يزيد ولا ينقص. ونحن بحاجة في مسألة الشعائر التعبدية إلى عدم الزيادة وعدم النقصان، لأنه الزيادة بيكون يعني على حساب عمارة الأرض، تضخم العبادات بيكون على حساب عمارة الأرض، ونقصها أيضا لا يعطي الإنسان الطاقة الكافية للانسجام مع الكون. طيب، بالنسبة للشريعة المجال الثالث، هذا هو المجال الذي عليه الاشتغال بشكل كبير، وهذا المجال يعني فيه يشتغل عليه كل الناس، لأنه يخص عالم الشهادة، بينما الأول ممكن يتخصصوا فيه المتخصصين في الفكر الديني. بينما في الشريعة هو مجموعة الأنظمة اللي بتحكم علاقات الناس،
النظام الاجتماعي، النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام التربوي، النظام العسكري، كل هذه الأشياء تحتاج إلى تطوير مستمر، وليس بالضرورة أن يكون بها فرد واحد. يعني هذا بيشتغل في مجال تطوير النظريات السياسية، وهذا بيشتغل في مجال النظريات الاقتصادية وهكذا. المشكلة في هذه الجزئيات أنه في مجتمعاتنا لا يحدث تكامل بين هذه المشاريع، فستجد هذا يبدأ من الصف والثاني يبدأ من الصف، أو هذا المجتمع يبدأ بيشتغل لحاله، وهذا بيشتغل في جزيرة لحاله، وهذا في جزيرة ثالثة، ولا يوجد تلاقح، لا يوجد بناء على الآخر، لا يوجد استفادة مما توصل إليه الآخر بحيث أدي إليه، لا يوجد أيضا استفادة من أصحاب التخصصات المختلفة، هذا يبحث عن أين وصل ذاك وأدني عليه وهكذا. مجموعة الجزئيات التي نعالجها في الفكر الإسلامي، عندما نعالج نقول لا هذه مشكلة خرافة، هذه مشكلة بدعة، هذه مشكلة، هذه مفسدة، مجموع هذه الأشياء التي بنناقشها نبحث لها بعدها عن إطار كلي. هنا ندخل مستوى النظريات، بعد الجزئيات ندخل مستوى النظريات. النظريات لابد ما يكون التجديد فيها بيكون على مستوى الأصول، ما بيكونش التجديد على مستوى الفروع. يعني مثلا ما هي أصول الفكر الإسلامي؟ أصول الفكر الإسلامي ثلاثة: قرآن، سنة، عقل. العقل هذا يدخل فيه عناوين كثيرة، بس هذه الخطوة الرئيسية يعني، أو نقدر نسميها وحي وعقل يعني إذا أردنا نضغط أكثر. طيب إذن نحن بحاجة إلى منهجية قوية متماسكة للتعامل مع القرآن، للتعامل مع السنة، للتعامل مع العقل. يعني كيف نعيد إعمال العقل، كيف نتعامل بشكل منهجي أو علمي، هذا فيما يخص الفكر الإسلامي. فنحن نحتاج إلى نظرية على هذه المستويات الثلاثة، وتكون هذه النظرية مفسرة للجزئيات اللي أصلاً توصلنا إليه، مجموعة الجزئيات. يعني مثلاً على المستوى العلمي، المستوى العلمي بيكون هناك مجموعة حقائق جزئية، تأتي نظرية علمية تحاول أن تقدم تفسير لهذه الجزئيات. هذا اللي بيشتغل على المستوى الثاني، وهو مستوى الكليات أو مستوى الأصول. طيب ما الذي يشكل الأصول؟ هل الأصول بتشكل الجزئيات أم الجزئيات بتشكل الأصول؟ في بينهم علاقة. فنحن في البداية من مجموعة الجزئيات نبحث لها عن تفسير كلي. فإذا وجدنا نظرية كلية، وأي مسألة في الجزئيات الجديدة ستندرج تحتها. فإذا كانت هذه النظرية الكلية استطاعت أن تفسر كم كبير من الجزئيات، فنقول عليها أنها متسقة. طيب إذا حدث في هذه النظرية الكلية أن هناك جزئيات جديدة جاءت ولم تتفق معها، أو هناك جزئيات بما يقارب مثلاً 10%، هنا نضطر إلى تعديل الجزئيات وليس تعديل الكليات. لكن إذا اتسعت هذه الجزئيات وصار أو خلل فيها 20% 30%، نضطر أن نعدل في النظرية الكلية ونطورها علشان تتفق مع الجزئيات. يعني هذه المسألة. ثم بعد أن نكون مجموعة الكليات والنظريات الأصولية الفكرية، نبحث لها عن إطار فلسفي. لماذا عن إطار فلسفي؟ في خطابنا لمستوى الأصول والفروع أو الكليات والجزئيات، نخاطب المسلمين وأبناء بلدنا وأبناء لغتنا وأبناء ثقافتنا. لكن في الإطار الفلسفي بنبدأ نطرح فكرتنا أمام السوق العالمي. يعني أنا لما أطرح فكرة نظرية في الفكر الإسلامي أطرحها في السوق الإسلامي، لكن عندما أطرحها في إطار فلسفي أنا أبدأ أطرحها في السوق العالمي، أكون لدينا فكر يصلح للعالم وليس فقط لنا. والإطار الفلسفي هذا يأتي في المرحلة الثالثة. والإطار الفلسفي في علاقة مع الكليات والأصول تشبه نفس العلاقة السابقة من التأثر والتأثير. يعني الكليات تشكل نظرية فلسفية، وبعدها ممكن نعدل هنا بشكل بسيط ما يتوافق مع الكليات، أو نعدل تحت الممنوع، نحقق بين الانسجام بين الثلاث: جزئيات، كليات، إطار فلسفي، حيث يكون هناك اتساق عالي في نظرية التجديد. طيب هذه هي الطرق، أو كيف نكون، أو كيف تكون مراحل التجديد. طيب الآن ممكن نقول إلى الأساليب أو الطرق أو
أو كيف نبدأ إذا أردنا أن نبحث في عملية تجديد الفكر الإسلامي؟ من أين البداية أصلا؟ طيب، البداية في نظري أن ندرس تاريخ العقل الإسلامي، نحدد أهم المنعطفات. يعني في مثلا فترة تاريخية كان لنا حضارة كبيرة، طيب أيوة، وكان لدينا إنتاج علمي جيد، إنتاج فكري جيد، ولدينا يعني لا يوجد تخلف حضاري، توسع، كل هذه علامات على أننا في حالة جيدة. طيب، هذه العلامات نبحث بعدها لماذا انتكسنا؟ لماذا انتكس العقل الإسلامي؟ لماذا لم يعد ينتج العلوم؟ لماذا لم يعد ينتج المعارف؟ لماذا لم يعد له ذكر أو استفادة من الآخر؟ نحدد مراحل العقل الإسلامي، أين كانت انتكاساته، علشان نستطيع نحدد مشكلتنا اليوم. عندما نبسط، والله في القرن الكذا بدأ العقل الإسلامي يميل إلى كذا، أو هنا انتكس بشكل كذا، سأتي لضرب الأمثلة. يعني مثلا العقل الإسلامي لو قسمناه قسمين رئيسيين أو لنقل ثلاث أقسام، هو بالدرجة الأولى عقل فقهي وعقل كلامي وعقل فلسفي. العقل الفقهي هو كل الإنتاج اللي أنتجوه في الفكر الإسلامي من الفقه ومن يعني شروح الحديث وشروح التفسير، وهذه يعني كل ما يخص الفقه أو كل ما يخص الشريعة. بالنسبة للعقل الثاني، العقل الكلامي، هو كل ما يخص العقائد، ما يسمى بأصول الدين. هذه تسمى أصول الدين، وهذه أصول الفقه. هذه لها تاريخ ولها منعطفات، وهذا للتاريخ وللمنعطفات. والثالث، وإن كان هو بسيط ولم يكن له حضور قوي، هو العقل الفلسفي. لكن هو أساساً العقل الفلسفي هو نستطيع أن نقول حتى داخل العقل الفكري في عقل فلسفي، وداخل العقل الكلامي أيضاً في عقل فلسفي. توافق العقل أو تقديمها بصورة عقلية، كل هذا يسمى فلسفة أو حكمة. العقل الفقهي الإسلامي مر بمراحل خطيرة. كان في 200 السنة الأولى من العقل الإسلامي في انفتاح، في تعدد، في اجتهادات كثيرة يعني، ومذاهب واختلافات، وما فيش عملية تكفير كبيرة أو تفسيق. تجد في المدينة الواحدة عدة فقهاء. ثم حصل من بداية القرن الثالث نوع من الانتكاسة. بدأ العقل الفقهي يميل إلى البحث عن الأخبار، ولم يعد من اهتماماته إنتاج الفقه. لذلك سنجد أنه المذاهب الأربعة انتهت إلى يعني 230-240 هجرية. هذه المذاهب التي اشتهرت فيما بعد، أما في تلك الفترة كانت المذاهب متعددة. نستطيع نقول أنه من عهد الصحابة إلى هذه الفترة حوالي 40 مذهب في كل منطقة، لكن هذه الأربعة التي انتشرت لأسباب كثيرة لا وقت لشرحها. فدخل العقل الإسلامي مرحلة جديدة، وهي بدل من الإنتاج العقلي الفكري القائم على الاجتهاد، صار الهم هو البحث عن أخبار، عن الأحاديث، عن جمع الفتاوى من هذه المرحلة. هذه مثلا منعطف مهم يعني من منعطفات العقل الإسلامي. مثلا في العقل الكلامي سنجد أن هناك في بداية تأسيس الصراع الكلامي أو الجدل حول القضايا العقائدية، كان في بدايته أفكار سياسية، ثم تحول إلى أفكار عقائدية بحتة عملوها المعتزلة دفاعا عن الإسلام ضد أفكار خارجية. يعني بعدما انفتح بلاد المسلمين على فارس وعلى هذه البلدان، جاءت المانوية والمزدكية والزرادشتية، وهذه مذاهب كانت توجد في تلك البلدان،
وبعضها بدأ يطرح أسئلة على الإسلام، فكان هؤلاء يتعرضون لهذه الأسئلة ويحاولون أن يقدمون إجابات عقلية للدين الإسلامي. وبعد أن انتهت هذه الحقبة تحول الصراع والجدل العقائدي إلى جدل داخلي، لم يعد جدل مع الآخر، لذلك مع الآخر كان فيه نسبة مرتفعة من العقل، بينما لما تحول إلى جدل داخلي داخل التيارات الإسلامية نفسها خف قليلا درجة العقلانية، لأنه أصبح الاهتمام بالنص فقط، لأنه الجميع يؤمنون بالنص. ثم يعني هذه المرحلة الثانية، وهي المرحلة يعني إلى 300 هجرية و 400 هجرية، لا زال هذا الصراع الكلامي موجود. بعدها يعني نستطيع نقول من بعد 500 هجرية حصل هناك ركود تماما للجدل الكلامي الذي كان فيه نوع من العقلانية، ودخلنا أيضا في مرحلة التوقف والاكتفاء بالنص كما هو. يعني العقل الإسلامي اتجه إلى توسيع الذاكرة بدلا عن تنمية المخيلة، المخيلة التي تشتغل بالعقل وتنتج الشيء الجديد، توقفت عند البحث عن النصوص والإجابات الجاهزة. يعني هناك إجابة جاهزة، مثلا في العقل الفقهي عندما يسأل أحمد بن حنبل يجيب كما قيل عنه أنه أجاب في 600 ألف مسألة بحدثنا، وما يعتبروا أنه هذه العبارة على أنه رجل متشبع بالمعارف، واستطاع أن يجيب على هذه الأسئلة كلها من إجابات سابقة. لكن أيضا هذه توحي لنا أو تصور لنا المشكلة، أن لم يعد هناك إجابات من العقل، وإنما هناك إجابات من الذاكرة، من ما قاله الأولون فقط. يعني لم يعد تجد مثلا اليوم الذي يريد أن يدرس فقه يقول لك مبلغ أن يدرس المسائل الجزئية كلها، لا يوجد هناك مثلا وسيلة سريعة لتعليم الناس الفقه بحيث يتعاملوا بشكل سريع مع الأحداث الموجودة في الواقع. اليوم الأحداث متسارعة بشكل كبير جدا، كونك كل شوية بتحتاج أنك ترجع إلى لكي تبحث عن جزئية موجودة في التراث علشان تقنع بها المعاصرة، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. لابد ما يكون هناك يعني في العقل ديناميكية سريعة للتعامل مع الأحداث. لابد أن نعلم العقل الإسلامي الخطوط العريضة، يعني على طريقة علمني الصيد ولا تعطيني كل يوم من سمكة. يعني لا يمكن أن يظل كل فرد في المجتمع ينتظر ما سيقولوا له في هذه الجزئية، أيوة ماذا هي الفتوى في هذه المسألة، أيوة عليك أن تعمل كذا. طيب يعني يتحول إلى إنسان واقف لا يعمل عقله في أي جزئية، فقط ينتظر حتى يفكر بدله الآخرون. هذه مشكلة يعني نعاني منها اليوم، لأننا لا نعلم العقل الإسلامي قواعد التفكير، قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد كي يختار. لا أحتاج أن أختار لك في كل مرة، أنا أعلمها المعايير، معايير الاختيار، القيم العليا، الموازين الأساسية، طرق التفكير، ثم هو ينطلق. وهذه وظيفة الجامعات بالتحديد الأساسي. من تخرج من الجامعة ولم يتعلم طريقة التفكير العلمي فليذهب بالشهادة يعني لبلها بين الماء، يعني كما يقولون ليس لها قيمة، لأنه في الأخير الجامعة مهما أعطت من المعلومات وهذه الكتب فهي لن تكون شيء بجوار بحر المعلومات الموجود في المكتبات وفي الإنترنت. أنت أمام بحر بما تعني الكلمة، أو محيط من المعلومات. والجامعة لن تستطيع مهما أعطتك من الكتب، لن تستطيع أن تعطيك ولا نقطة من هذا البحر. إذن ما الذي تعطيك الجامعة؟ تعلمك السباحة في هذا البحر، تعلمك طريقة التفكير العلمي، وهذا تقريبا يكاد يكون شبه منعدم في جامعاتنا. لذلك في أوروبا هم تنبهوا عندما قالوا إلى متى سيظل الإنسان مثلا في الجامعة يدرس ثم يدرس ثم يدرس، مرحلة تعليم أساسي ثم ثانوي ثم جامعة ثم دراسات عليا، إلى متى؟ قالوا لابد ما يوصل إلى مرحلة نعطيها المفاتيح فقط. فجاءت مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا لإعطاء المفاتيح. المفاتيح الموجودة في التعليم الجامعي
هي التفكير العلمي. الدراسات العليا هي التحليل العلمي، تحليل حاجة أعلى شوية، وهذه أيضا شبه مفقودة أيضا في ما تنتجه الجامعات في الدراسات العليا. أنا تكلمت في محاضرة يعني سابقة عن ما هو التحليل وما هو التركيب يعني من أرى. طيب، إذا العقل الإسلامي مر بمراحل بانتكاسات. واحدة من أهم الانتكاسات التي حدثت في العقل الإسلامي هي سقوط بغداد بيد التتار وإتلاف المكتبة. ربما السقوط بحد ذاته ما كانش مشكلة كبيرة، لأنه في حروب كثيرة حصلت في التاريخ الإسلامي قريبا من هذا النوع، لكن المشكلة أنه كانوا الذاكرة الإسلامية، أكبر مكتبة كانت في التاريخ الإسلامي موجودة في بغداد، تحوي عدد هائل جدا من الإنتاج الفكري والإنتاج العلمي، كانت محفوظة في هذه المكتبة، أتلفت. لم يتبقى من المعارف لدينا كمسلمين إلا ما هو موجود عند أفراد الناس، والموجود عند أفراد الناس هو ما يخص الفكر الديني الخالص من كتب تفسير، من حديث، من عقائد. لكن الكتب العلمية والاشتغالات العلمية الناس كأفراد لم يكونوا يهتموا بها بحيث أنهم يأخذوها أو يشتروها ويحفظوها في بيوتهم، وإنما كان هذه تحتاج إلى دولة لكي تهتم بها وتجمعها، وهذا هو ما بدأ هارون الرشيد ثم طور وكبر، اللي هو المأمون في مكتبة الحكمة. أيضا المكتبة الكبرى اللي توازيها التي كانت في الأندلس، لكن مكتبة الأندلس لم تتلف وإنما نهبت بعد سقوط الأندلس. توزع هذا التراث واستفادت من أوروبا، وهذه من الأشياء الأساسية في النهضة الأوروبية، يعني من الروافد الأساسية للنهضة الأوروبية هي التراث. طبعا مش بالضرورة التراث الفكري الذي هو التفسير والعقائد، لا، هم استفادوا من التراث العلمي بشكل كبير والتراث الفلسفي، يعني الفلسفي يقصد التراث ابن رشد وغير من الفلاسفة، والتراث العلمي استفادوا منه بشكل كبير من سينا والتراث الطبي والفلك. وهذه العلوم صحيح هم اليوم يعني تجاوزوها بشكل كبير، لكن هي كانت مفاتيح في القرون الوسطى، فعلت عملية تحريك في أوروبا في القرون الوسطى. هذه محطات أساسية. بعدها أعتقد بعد هذا التاريخ دخل المسلمون في غيابة الجبة، ودخلنا في مرحلة الغيبوبة التامة، إلى أن جاء بداية القرن العشرين وبدأت فكرة إعادة إعمال العقل. يعني إذا اعتبرنا أول شغل فكري، أنا أتحدث هنا عن تجديد الفكر، وإلا هناك يعني تعارض بين السياسة وبين الفكر وبين يعني في عملية النهوض. ممكن نقول أنه محمد عبده، الشيخ محمد عبده، هو أول شغل حقيقي في مسألة الاجتهاد أو التجديد في الفكر الإسلامي، وهو أسس مدرسة وصار لديه تلاميذ وصار هناك اجتهادات، فك باب الاجتهاد، باب الإبداع، حتى خرج من هذه المدرسة إبداع في الأدب وإبداع في اللغة وإبداع في الفقه، ليس فقط يعني كان هناك إبداع فقط في الفقه الإسلامي أو في الأحكام، إنما تقسم وهناك اشتغالات كثيرة، واستمر هذا في هو بشكل لا بأس به، مع أن هناك صراعات طبيعية يعني تحاول أن تشد إلى الوراء، يعني كلما حاولت أن تقدم صورة تشدك إلى الوراء لا تستطيع، وقد تتهم باتهامات، ويعني سنة طبيعية يعني، إلا أنه أحياناً عندنا لما تزداد هذه المشكلات وهذه الكوابح تؤخرنا أكثر، يعني نتأخر أكثر، وهذه ربما من أهم الأسباب في كوننا نهوضنا بطيء جداً، يعني كمية الكوابح لدينا في المجتمعات العربية والإسلامية أكثر من المجتمعات الأخرى. استمر هذا، بحاول اختصر في 5 دقائق علشان اترك المجال للأسئلة. استمر هذا النهوض بشكل لا بأس به، إلى أن بدأت بعض الانتكاسات البسيطة التي رجعتنا إلى الوراء من جديد، ثم بدأنا الآن لا بأس إلى حد كبير. من هذه الانتكاسات مثلا ظهور الجماعات الإسلامية، وأنا أتحدث عن الفكر الإسلامي،
المتعصبة المنظمة التنظيم محكم التي لا تسمح لأفراد أن يبرزوا. يعني كان زمان ممكن لو واحد اشتغل لوحده كمشروع ممكن يستطيع عمل شيء، لكن اليوم إذا حاول شخص لوحده لا تدفع الجماعة يتلاشى يضيع ينتهي. ولذلك فقدنا شخصيات إبداعية كثيرة لهذا السبب، أنه هذه الجماعات أصبحت هجومها على الأفراد أقوى من الهجوم السابق. يعني كان زمان لو واحد حاول يعمل تجديد يهجموا عليه من هنا وهناك، لكن اليوم عندما تهجم جماعات منظمة على شخصية فكرية خلاص تنهي وجوده، يعني لأنه هو فرد وتلك جماعات منظمة محكمة. يعني هذه واحدة من الأسباب الانتكاسة. من ضمن الأسباب الانتكاسة أيضا ظهور النفط. النفط في الوطن العربي بقدر ما كان ثروة اقتصادية إلا أنه عمل لنا عملية تراجع. لماذا أنا ربطت بالنفط؟ لكن النفط وأساسا جاء دعم فكر محدد، كان هناك لدينا فكر سلفي متشدد لكنه كان في إطار ضيق، فلما وجد له ثروة مالية كبيرة استطاع هذا الفكر أن يلغي كل أن يلغي التيارات الأخرى، أن يدفن هذه التيارات، أن يدفن هذه الشخصيات المفكرة. يعني أصبحنا في فترة من الفترات ننظر على أنه هذا محمد عبد المنسوني وهذا أراد تدمير الإسلام وهذا أراد هدم السنة، ومن هذا الكلام الذي بدأنا نسمعه. وهذه الشخصيات لم نعد نسمع بها كثيرا، يعني محمد عبد الرشيد رضا المراغي شلتوت، بينما ظهرت أسماء جديدة وأصبحت منتشرة في العالم الإسلامي لها السيطرة، وهي وإذا ذكر العلم والإسلام فهم هؤلاء من يمثلها. أما هؤلاء يعني قرب للزندقة، هؤلاء خرجوا عن إطار الإسلام، استطاعوا يعني يعملوا طريقة تفكير في العالم الإسلامي واحدة تنظر على كل تجديد على أنه خارج إطار. يعني مثلا لو جبت لكم اسم عبد المتعال الصعيدي، شخصية من مشايخ الأزهر، رجل مجدد لديه حوالي 70 كتاب، هذا لا أحد يكاد يعرف من هو عبد المتعال الصعيدي، يعني وهو علامة كبير. وهناك أمثلة كثيرة وليس فقط يعني هذا العالم، ولكن كان في حركة قوية إلى الخمسينات في الفكر الإسلامي. ثم هذه الانتكاسة الأولى. الانتكاسة الثانية هي انتكاسة الثورة الإيرانية بقدر ما فيها يعني تحقيق شعب معين ما يريد من أهداف يعني في بلده، إلا أنه أصبحنا التيار الشيعي في المنطقة كلها بدل ما كان متنوع أيضا، وكل تيار يشتغل في داخل بلده بما يحقق مصلحة بلده، استطاعت هذه الثورة أن تجمع هذه التيارات كلها لتحقق مشروعها هي. فكما أن السعودية والخليج استطاع أن يجذب التيارات السنية، هذه جذبت التيارات الشيعية، فأصبحنا في صراع شديد بين هذين التيارين الرئيسيين، الذي تيار اختزل السنة كلهم في فكر واحد، وتيار اختزل الشيعة كلها في فكر واحد، وتلاشت التنوعات داخل الفكرين الرئيسيين، وتلاشى التيار العقلاني في الطرفين، وبرز الصوت المتشدد، الصوت السلفي عند الجميع، ولدرجة أنه طبعنا المجتمع كله بفكر سلفي، تفكير سلفي بمعنى يبحث. حتى اليساري أصبح عندنا سلفي، والليبرالي سلفي، والعلماني صار سلفي، حتى الملحد لما يدخل الحد ملحد سلفي. يعني طريقة التفكير يعني يقصد بها. فطبع المجتمع كله في هذه الصورة. سأختم بشكل سريع بنقطة مهمة، وهي الاستفادة من الآخر في عملية تجديد الفكر. وهذه نقطة دائما كل من حاول يبحث من الآخر يقولوا له هذا من المتغربين، هذا غربي. لا، لابد في عملية التجديد أن تستفيد من الآخر. لا يمكن أن تغلق على نفسك وتقول أنا سأجدد لوحدي. لا، لماذا؟ لأنه هناك أشياء أنتجها العقل، وهي عبارة عن تجربة بشرية توصل لها الآخر قبلك. هذا الآخر، التجربة البشرية التي توصل لها، هو يوما ما استفادها منك لكنه طورها، أنت الآن استفيد منها هذه التجربة.
فنحن عندما ندرس مشكلاتنا ندرس تجربة الآخر حتى نستفيد منها ونعمل عملية تلقيح لما عندنا من مشكلات. طيب لكن عندنا مشكلة بيقول لك أنتم بتروحوا تجيبوا الأفكار كما هي وتنزلوها، هذه فعلا مشكلة. الذي يجيب لي فكرة من السياق الآخر ويحاول يحطها كما هي مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأنه الآخر لما يوصل إلى تجربة معينة هو وصل لها في سياقاته، يعني لديه سياقات مختلفة عن سياقاتنا، ولديه مشكلات هي متقاربة مع مشكلاتنا لكنها لا تتطابق تماما مع مشكلاتنا. طيب وأنا أدرس تجربة الآخر، أدرس سياقاتها، أدرس مشكلاتها بشكل كبير، أقارن بين سياقاتهم وسياقاتنا، أقارن بين مشكلاتهم ومشكلاتنا، ثم أشدد السياقات التي لا تتناسب معنا، يعني المشكلات التي لا تتناسب معنا، وأتي إلى تنزيلها في مجتمعي فتكون مهضومة، تقبلها المعدة الإسلامية. يعني يعني لو ضربت مثال على مسألة العلمانية والصراع على العلمانية هم توصلوا لهذا الحل مثلاً كمشكلة صراع الدين مع الدولة وتوصلوا لهذا النموذج. جميل. عندما أتي إلى هنا أحاول أتنبه لبعض الفروق. مثلا هناك كان في كنيسة متحكمة سيطرت على الشارع، سيطرت على السياسة، لكن لدينا في العقل الإسلامي في التراث الإسلامي في التاريخ الإسلامي ما قد وجدت كنيسة استطاعت أنها تسيطر على السياسة، إنما كان عندنا ساسة يتحكمون بالمؤسسة الدينية. يعني المسألة عكسية، يعني هناك مؤسسة أحيانا سيطرت على السياسة لكن عندنا سياسة تتحكم بالمؤسسة الدينية أو بالهيئات الدينية وتوظفها لصالحها. يعني عملية عكسية. هذه العملية عكسية مفيدة لي عندما أتي أنزل الحل. يعني إذا كان هناك أحتاج إلى العلمانية ثم ديمقراطية فنحن سنحتاج إلى ديمقراطية ثم علمانية. يعني تهمنا في ترتيب الأولويات، تهمنا في على افتراض طبعا إن كلمة علمانية لا أقصد المعنى، لأني كلمة مفخخة فيها مشكلات كثيرة، لكن أقول أنا كنموذج لمن يحاول أن يدرس فكرة عند الآخر. الآخر مر بمشكلات، ندرس تجربة الآخر في النهوض، والله مر بمرحلة إصلاح فكري، مر بمرحلة نهضة علمية ونهضة صناعية ونهضة معلوماتية. طيب أنا كيف أستجيد وكيف أعمل عملية إصلاح فكري أو تجديد فكري، وكيف أعمل نهضة علمية، كيف أطور العلوم. يعني وعادة أنا أركز على النهضة الفكرية في العلوم الإنسانية أكثر من التطبيقية، لأن التطبيقية تأتي تلاقح طبيعي بين الدول، يعني لأنه نسبة التطابق والأفكار أو نسبة الموضوعية أكثر من الذاتية، يعني ذاتية المجتمع السبب. بينما العلوم الأخرى فيها نسبة ذاتية للمجتمع أكثر. فلذلك مثلا عندما نقول والله لدينا عالم طبي كبير جدا في أمريكا، صح هذا ممكن نفتخر به، لكن إنتاجه هو سيصب لمصلحة المجتمعات العلمية هناك. لكن عندما يكون لدينا نظرية في الاجتماع، في الاقتصاد، في السياسة، في التفكير الديني، في علم النفس، هذه بتصب حتى وله عايش في أوروبا، هو بيصب هنا في بلداننا تأثيرها، فهي بمثابة الإطار العام اللي يأتي من بعده. يعني الانتاج العلمي، لأنه بعضهم بدأ يحتكر عندما يقول لا يا وهذا ايش انتج لنا، يعني اخترع صاروخ ولا اخترع مدري ايش. لا، هذه الاختراعات هي مرحلة تالية لتنقية الفكر وللاشتغال على العقل بدرجة اخطر واصعب، اشتغال على العقل من الاشتغال على الآلة، يعني الصناعة التي تأتي كمرحلة تالية. عموما يعني أنا أثرت عدة نقاط ولست أدري يعني في ماذا قصرت، لكن سأدع ذلك للأسئلة وسامحوني على الإطالة. تفضل. شكرا جزيلا لكم. نشكر الدكتور، الشكر الجزيل على ما أفاد به. شكرا يا دكتور. اللي عنده أسئلة نأخذ بعض الأسئلة الآن إن شاء الله في الترتيب. اللي عنده أسئلة يرفع يده. يا شباب اللي عنده أسئلة في خيار اسمه raise your hand اليمين، اضغط يوسف عليه وبنفتح الميكروفونات. يوسف القاعدي عنده سؤال ممكن تفتح له. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا دكتور عبد الله على هذه المحاضرة الرائعة، وشكرا للإخوة الحضور. عندي سؤال،
اللي هو عندما نجدد في الفكر الإسلامي ما هي المعايير التي نبني عليها في هذا التجديد الفكري؟ أي كيف نجدد يعني الدين الإسلامي بدون أو الفكر الإسلامي بدون أن نلمس مبادئه الأساسية بحجة أن نواكب العصر؟ وشكرا. طيب كيف تكون طريقة الإجابة؟ هل أسمع الأسئلة كلها ثم أجيب أم أجيب كل سؤال لحاله؟ والله دكتور لو أجيب على كل سؤال لحاله أفضل، لأنه في كثير اللي بيسألوا وإحنا الوقت ما بيكفيناش. البعض يخاف من مسألة أنه قد ربما نقترب من الثوابت، نقترب من الأساسيات، المبادئ الأساسية، وهذا قد يشكل خطر علينا. نكون هناك قاعدة ذكروها الأصوليين علماء الأصول، قالوا أنه كلما لامسه الظن في الثبوت أو الدلالة يجوز الاجتهاد فيه. بمعنى ما هو الشيء الذي لا نتجاوزه؟ ما كان قطعية ثبوت، ولا يوجد لدينا نص قطعية ثبوت غير النص القرآني. قطعية ثبوت يعني بمعنى شغل أصولي، بمعنى أنه تواتر وهذه القضايا. طيب وقطعية دلالة يعني داخل النص القرآني، مش كله قطعية دلالة، في ظني وفي قطعي. طيب ما كان قطعية ثبوت، قطعية دلالة هذا الذي نحاول أن نعيد إنتاجه ونبقيه كما هو. ما كان ظنيا مسألة عادية ومفتوحة ونجتهد ونجرب ولا مشكلة يعني في تجديد الفكر الإسلامي ما دام المسألة أو ظنية في دلالتها. أنا ممكن في ظنية ثبوت أنا ممكن أرده، وفي ظنية دلالة أنا ممكن أأتي له بتأويل جديد، لا مشكلة. فهذه يعني واحدة من المعايير الأساسية يعني في مسألة تجديد الفكر الإسلامي. الآن معنا سؤال آخر للأخ هشام أبو شمسية، الآن بفتحه. السلام عليكم. يعطيكم ألف عافية. سؤالي إلي لأستاذ عبد الله، دكتور عبد الله، بالنسبة للنظرية الاقتصادية الإسلامية، حسب اطلاعي البسيط إنها لم تقطع شوط كبير كما قطعته مثلاً النظريات الاقتصادية الأخرى زي الماركسية والرأسمالية وهم إلى آخره. فسؤالي هون يعني كيف إحنا نقدر نستطيع نطور المبادئ أو البدائيات الاقتصادية الإسلامية على أساس تواكب هذا العصر مع في كل هالتطورات والصناعات الاقتصادية الأخرى؟ هل وبعرفش يعني اطلاعي كثير بسيط على هذا الأمر. إذا أنا كنت غلطة ممكن تشير إلى دراسات معينة فلسفية اقتصادية حول المبادئ الإسلامية الاقتصادية كيف تطويرها. شكراً لك. أنا أوافقك تماماً في مسألة تطوير النظريات بالذات الاقتصادية، يعني إذا ما قرنت في النظرية السياسية لا بأس، في حرك جيد في النظريات السياسية، لكن في النظريات الاقتصادية في عندنا ركود كبير فعلاً. طيب قبل أن أجيب على سؤالك سأعطي مبدأ أساسي في مسألة تطوير هذه الأشياء. النص القرآني والدين في هذه القضايا جاب لنا قيم رئيسية، خطوط عريضة بس كذا، وقال في كل زمان ومكان دبروا حالكم، شغلوا كم متكاملة بين الوحي والعقل. الوحي وظيفته أنه يسد لك منطقة الغيب، يسد المنطقة التي لا يستطيع العقل الوصول إليها، يقول لك خلاص أنا سأكفيك هذه المسألة، سأعطيك الإجابات عليها. ثم في عالم الشهادة يعطيك الخطوط الرئيسية حتى لا تضيع، ويترك الباقي للعقل، بمعنى أن العقل هنا مكمل للوحي، بعكس يعني التيارات التي تريد إلغاء العقل، يقول لك أنتم بتقدموا العقل على النص، ويريد إلغاء العقل ستلغي الدين أصلا، لأنه مسألة التشريع، مسألة استمرار الحياة هو قائم على الاثنين، عملية تكاملية. فمثلا نأتي إلى الفكرة السياسية، مثلا الله عز وجل شاف آية واحدة بس، قال وأمرهم شورى بينهم، أمرهم يعني شأنهم السياسي والاقتصادي شورى بينهم. طبعا احنا نتكلم عن كلمة وننسى معنى الآية البسيط، الآية هي بتقول ببساطة أمرهم شورى بينهم، بمعنى شاوروا، رتبوا، شوفوا ما هو الأنسب لكم، ما هو الأصلح لكم، ما هو الذي يحقق العدالة، ما هو الذي يحقق الحرية، واعملوه.
يعني لماذا لم يأتي الإسلام بنظرية سياسية كاملة أو بنظرية اقتصادية كاملة؟ لماذا؟ لأنه الحياة تتجدد والحياة تتغير، ولو جاب لنا نظرية من هذه الأيام لن تكون مناسبة لنا. لماذا؟ لأن الحياة باستمرار دائم، بينما الحكاية ثابتة بين أول نبي، لكن في هذا المجال قال لكل نبي جعلنا شرعة ومنهاجة، يعني كل نبي بيأتي بيجدد في الشريعة، ويأتي أيضا من بعد الأنبياء من يجدد في هذه التشريعات باستمرار. طيب النظرية الاقتصادية إذن والسياسية متروكة إلينا، شورى بينهم يعني دكتورنا العزيز سيعطينا القيام. الصوت قطع، الصوت بسبب انتهاء البطارية للسماعة، لذلك ثواني ألغيها ولم أتكلم من سماعة الآن الصوت ما زال يقطع يا دكتور، وأعتقد أنه بسبب النت. ألو، نعم تسمعنا يا دكتور؟ أيوة. طيب طيب بس الآن هو تحسن تماما وتقريبا مع الفيديو يا دكتور. ها؟ تقريبا مع اتصال فيديو النت بطيء. ها إذا بتحبه عادي ممكن تكلمه صوت بس. تسمعوا الآن صوتي؟ أنا صوتك ضعيف عندي. أنا أسمعك الآن تمام يا دكتور. طيب إن شاء الله أننا أستطيع أسمع الصوت بالنسبة للأسئلة. أهم بالنسبة للنظرية الاقتصادية متأخرة، يعني تقريبا أهم من تكلم عنها وللأسف ما طوروهاش إلى اليوم، محمد باكر الصدر في اقتصادنا وجلال أمين. لكن كتاب الصدر جاء في سياق الرد على النظرية الماركسية، والنظرية الماركسية اليوم انتهت خلاص، يعني ما فيش لها عذر قوي. نحن نحتاج اليوم إلى نظرية تكون في مقابل النظرية الرأسمالية، لأني شايف أن النظرية الرأسمالية اليوم متغلغلة في الاقتصاد وصير يسمى اقتصاد إسلامي بينما هو تحت معايير الرأسمالية في كثير من القضايا. حتى أيضا النظام السياسي نفس الطريقة، طريقة الانتخابات هي تخضع لمعايير النظام الرأسمالي، النظام الرأسمالي الذي يقول أنه من لديه المال الأكثر هو الذي يصعد، وهذا الذي بيحصل عندنا. لا يستطيع الشخص أن يترشح إلا إذا كان صاحب مال كبير، بينما هذه مخالفة للقيمة الإسلامية التي تجعل الجميع متساوون ويصل الأكفى. اليوم ليس بالضرورة أن يصل الأكفى، وإنما يصل الأكثر امتلاكا للمال. وأنا كنت طرحت في كتابي الدولة المدنية صورة نستطيع أن نفعلها في مجتمعاتنا الإسلامية تدخل ضمن النموذج الديمقراطي، ولكن سنغير في بعض الأدوات بما يحقق نظرية إسلامية أجمل. السؤال الذي يلي، الأخ ضياء عبد الرزاق الميكروفون عندك، افتح الميكروفون. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أرفع الصوت أشوف، تفضل. هو حضرتك تعليق حضرتك، يعني سؤال، أليس قيام هذه الجماعات المنظمة في وقتها ضرورة حضارية سمح بها السياق المحلي ربما السياق العالمي في تأثرها به، وكان اجتهاد لأصحابها في عصورهم، فضلا عن أن هي ورست بعض الجوانب الإيجابية، فضلا عن أنه البدايات الأولى كانت بتولد يعني بعض المفكرين في هذه الجماعات المنظمة. أريد أيضا تعليق حضرتك على موقف الأزهر من عبد المتعال الصعيدي، ولو في بعض المصادر تحيل إليها. دكتور الميكروفون عندكم.
لحظة، صوتي مسموع واضح؟ نعم صوتك مسموع يا دكتور. يعني فكرة التنظيمات الدولية في تلك الفترة، تنظيم النازي، التنظيم الفاشي، التنظيم الماركسي في العالم، اقتضى أنه يكون هناك جماعات إسلامية بنفس التنظيم لمواجهة هذا الصراع الدولي مع النظريات الكبيرة. لكن هذه الجماعات فيما بعد فقدت الهدف الرئيسي، وأصبح التنظيم في حد ذاته هو هدف بحد ذاته، وحدث تراجع. يعني لو ضربنا مثال على تنظيم الإخوان المسلمين في بداية نشأته، هو عبارة عن تنزيل أفكار محمد عبده ورشيد رضا إلى الناس، يعني كيف نوصل هذا إلى العامة. لكنهم مع تراكم السنين أصبح في تراجع وفي تشدد أكثر. فالمنهج في الثلاثينات غير في الأربعينات غير في الخمسينات، يعني ربما الأربعينات مشابه إلى حد ما، لكن في الخمسينات الستينات ربما هناك عوامل أخرى خارجية، السجون، الصراعات، هذه ولدت أيضا حركة عنف، والأنظمة السياسية الاستبدادية، الأنظمة العسكرية تحديدا، واحدة من أهم أسباب التخلف وإيقاف النهوض. لأنه هذه الأنظمة بعد أن خرج الاستعمار كتمت على أنفاس الناس، ألغت الحريات. ونحن نعرف أن الإبداع لا ينمو إلا في مناخ الحرية، وأصبح لدينا كبت فكري واستبداد فكري واستبداد سياسي، كلاهما من عملية التجديد في الفكر. السؤال الذي يلي. الأخ إبراهيم السامعي، الميكروفون عندك، فتح الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على هذه المحاضرة الرائعة. أنا حقيقة عندي استفسار أو سؤال. يعني الآن نحن نلاحظ يعني هناك أسئلة شائكة ومعقدة، يعني تتعلق بالرابط بين أو الرابط الذي يمكن الإسلام أن يطل فيه على عالم الحداثة والتطور. يعني الآن رغم التطور الهائل الذي حصل في العالم على مستوى العلم والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات والإعلام والمعلومات، الإسلام أو بعبارة أخرى الفكر الإسلامي لا زال يراوح عند بوابة الحداثة، بل حتى دون هذا التطور. نخشى كثير من العلماء الآن اجتياز عتبة هذه الحداثة. هناك يعني شيء يشدهم إلى الخلف، إلى العصور القديمة، يحجب عنهم النظر إلى المستقبل بدعاوى أو يزعمون الأصولية أو السلف الصالح وغير ذلك من التبريرات. يعني كيف يمكن أن نواجه هذا الفكر لنثبت لهم أن هذا، أن الوقت الحالي لم يعد يصلح، أو غير الوقت القديم الذي لا زالوا يفكرون به؟ يعني كيف نواجه هذه الفكرة؟ أيوه. طيب، لنتنبأ إلى نقاط فروق مهمة. العالم لنقول قبل 100 سنة تقريبا أقل قليلاً. يا دكتور صوت كل قطاع. مساحة لا بأس بها لكل مجتمع لأن ينهض. فهناك مساحة من الحرية. دكتورنا العزيز الصوت عندكم بيقطع، ما سمعنا أي حاجة. لذلك نهضت أوروبا دون قواعد خارجية. الصوت الآن قطع. الصوت قطع دكتور، ما بنسمع أي حاجة مع الأسف. الآن ما زال كذلك يا دكتور. طيب لحظة.
الصوت الآن جيد؟ نعم الآن جيد يا دكتور. طيب، قلت هناك من الفارق التي أرهقت البلدان العربية والإسلامية مؤخراً أننا قبل 100 سنة كان هناك في مساحة من النهوض للدول الصغرى ولجميع بلدان العالم بسبب عدم العولمة، عدم الهيمنة العالمية لدول بعينها. هذا سمح وعمل هامش لكل دولة على طوال التاريخ، لكن في الفترة الأخيرة بسبب أنه صرنا تحت نظام عالمي صار كمية الكوابح الخارجية كبيرة، ولذلك أنا أعيب على من يجلد فقط يجلد الذات على أننا نحن فقط وحدنا السبب. لا، يعني على الأقل في ثورات الربيع العربي قدم الشباب فكرة وثورة لم يعملها التاريخ الإنساني بهذه الصورة، بهذه الصورة العليا والسلمية لم تحدث حتى في أوروبا. ولكن من الذي حاول إجهاض هذا الحلم؟ لم تكن فقط الدول الذي أقيمت عليها الثورات، وإنما الإقليم والمجتمع الدولي كله حاول أن يجهض هذا الحلم. فاليوم أصبحت المهمة أصعب، لابد أن نعترف بهذا الشيء، وهذا ليس تخذيل وليس رميا على الآخر، لا، إنما هو إدراك. عندما ندرك أن لدينا كوابح خارجية وداخلية نفكر بطريقة ذكية كيف نستطيع أن نصب هذه الكوابح الخارجية والكوابح الداخلية، لأنه إذا اشتغلنا فقط على الداخلي سيجهض صوتهم قطع يا دكتور. الخارجي أيضا، والعملية في الأفكار السلفية والجماعات المتشددة بل يصنعها بل يغذيها ويجهض المشاريع التجديد الفكري ويساعد على غمط أي مشروع فكري آخر. يعني هو مجتمعاتنا بتغمط هذه الأشياء والآخر أيضا يغمط الآخر. أنا أقصد على مستوى الدول وليس على مستوى المجتمعات. المجتمعات لديها هناك درجة من الحرية والاستيعاب للآخر، لكن الدول التي لديها مشاريع كبرى هي تحسبها بالمصلحة، وهذا أتعبنا، أرهقنا، أثقل علينا. يعني في عملية النهوض الحضاري صارت التكلفة أكبر. أنا أتذكر أنه في عبارة العزمي بشارة يقول أنه لا توجد ثورة في التاريخ يعني واجهت من الكوابح مثل ما واجهت الثورات الربيع العربي. يعني كانت الفاتورة كبيرة جدا، ولا زال الوطن العربي يدفعها إلى اليوم فقط لأنه أراد أن يطالب بالديمقراطية، يطالب بالحرية، يطالب بتنمية، بعيش كريم، يعني هذه الأشياء. فأحد الأصوات خارجية لابد أن نضعها في الحسبان. أنا تقريباً خرجت عن السؤال أو نسيت السؤال، لكن هو كان بيدور حول هذا الموضوع. إن شاء الله دكتور. والآن مع السؤال الأخير لما فيش أحد رافع يده إلا عيسى السقاري، والميكروفون عنده، يتفضل. أخ عيسى الميكروفون عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورنا على هذا الطرح الجميل. ربما ما نجدوش في بعض المؤلفات أو بهذا الأسلوب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو جدلية طرح المفكر للآراء الإسلامية في الوطن وفي العالم العربي الإسلامي كانت عبارة عن جدلية مثارة أكثر مما هي جدلية طرح معالجة لهذا الشيء. وهذا ما حصل انه عند سماع كلمه مفكر او ناقد او شيء اسلامي بما ولد انه التخصصيه في مساله الفكر اصبحت عبثيه في طرح هذه القضايا، وهذا ما يجعلنا اشبه بالسياره تمشي لكن بلا عجلات.
كيفية طرح مثل القضاء التي يجب إعمال عقل فيها، وعلى جانب التخصصية في مثل هذه الأشياء كما نشاهد اليوم في واقعنا من التداخل بين التخصصات الطبية، وهل هذا يعتبر من الفكر والتفكير أم يدل على العبث في مسألة التخصص؟ طيب، أولاً عندما نحكم مثلاً على الدوشات اللي بتحصل هذه هي فقط جاءت في الفترة الأخيرة مع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نحن نتحدث عن مشاريع فكرية طوال القرن العشرين قبل ظهور هذه الوسائل وقبل أن تأتي هذه التشويشات البسيطة. مسألة التخصصات ليس بالضرورة أن يكون مع الإنسان إذا أراد أن يتحدث في شيء معين أن يكون لديه شهادة معينة في هذا المجال، ليس بالضرورة. الشهادة هذه عمرها قريب، يعني عمرها 100 سنة، كيف كان السابقون يتحدثون عن طريق المعرفة. إذن المسألة هي خاضعة لما مدى تمكن الشخص من الشيء الذي يتحدث فيه. لا يهمني مثلا قد يكون شخص درس تخصص في مجال لكن لديه استيعاب لمسألة أخرى بدرجة كبيرة. طيب أنا كيف سأعرف أنه هذا الرجل لديه إمكانات في التحدث في هذا الموضوع؟ من أطروحاته. إذا كان هذا الرجل غير متمكن مع الأيام سيكنس الكلام الذي قاله، يعني ستظهر سطحيته، ستظهر أنه غير مستوعب، وسيأتي من هو أكثر استيعابا منه وأكثر عمقا منه فيزيحه. فلا نحتاج ان احنا ندخل يعني في مشكله معه ولا شيء، ستظهر النموذج الاقوى والاكمل والاقوى لانه سيستطيع ان يجيب على اسئله الناس. صحيح انه بعض الاحيان المشاغبات هذه بتاخرنا الى حد ما. فمساله التخصص بالمفهوم اليوم انه لابد من شهاده، هذه مساله ليست بالضروره. المهم أن يكون الإنسان مستوعب للقضية التي يناقشها. ثانيا، الفكر هي كلمة عامة نستطيع أن يعني أن نجدد في كل المجالات، يعني الفكرة الاقتصادية، الفكرة يعني في كل مجال. وأنا كنت اقترحت قبل سنوات أن تكون مادة الثقافة الإسلامية اللي هي مطروحة على كل الطلاب أن تبذر أسئلة المشكلات الموجودة في العقل الإسلامي وفي التفكير الإسلامي في شتى المجالات، ما تركز على قضايا جزئية بسيطة زي الموجود الآن في كتاب الثقافة الإسلامية، النكاب والحجاب وهذا الكلام. يعني هذا مش مهم، هذا أني أكرر على كل طلاب الجامعة. أنا أطرح لها الأسئلة المهمة في سبب تخلفنا، في سبب تراجعنا، أطرح له وجهات النظر المختلفة في تطويرنا، بحيث يشغل هذا السؤال، فلما يذهب إلى تخصصه يبحث عن الإجابة في تخلف المسلمين في المجال الذي هو فيه. أنا كيف سأسد هذه الثغرة وهذا يقول، وأنا كيف سأسد هذا المجال وهكذا. لكن لا يوجد هذا الهم عند المتخصص في المجالات الأخرى، وبدأنا نتجه إلى الهم الفردي، من يكون لديه مشروع ناجح لحاله ويعني مبلغ مادي جيد ووظيفة جيدة، ونسينا هم الأمة وكيف أنا أكون عبارة عن لبنة في بناء كبير. نسينا أنه كل واحد بيكون لبنة الحالة مشتتة. فهذا يعني إجابة سريعة على سؤالك أو مداخلتك. يعني بالنسبة لكثرة الحشوة والمشكلات اللي بتوجد في الساحة الفكرية، سهل يعني هي لا تشغل نفسك بها كثيرا. إذا كانت الفكرة غير متماسكة غير جيدة هي ستنتهي. وأحياناً لدينا مشكلة، وهي أن المفكر الجيد ومن لديه شيء يقدمه لا يجد انتشار لهذه الفكرة، بينما الكلام الفاضي بينتشر، وهذا أيضاً بيعمل لنا اختلال أو بيعمل لنا تأخر أو بيعمل لنا إحباط لدى الشخص اللي بيحاول يقدم حلول إبداعية. ولما يحصل إحباط مع الأيام الصوت انتهى انقطع يا دكتور.
دكتور عبد الله عندك موجود معنا؟ الدكتور عبد الله عنده مشكلة في النت، الآن نتواصل معه شباب. انتهينا لهم. الأخ مراد تفضل، تقريبا انتهينا. أعتقد ما عاد فيش أسئلة. أعتقد وصلنا للختام. في الختام اسمحوا لي باسم اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا فرع قيصري أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد الله القيصي على ما أفاد به، وكما نشكركم جميعا على هذا الحضور الجيد، وإن شاء الله لنا لقاءات في ندوات ومحاضرات أخرى، وبهذا نختم أمسيتنا. كونوا بانتظارنا إن شاء الله في ندوات أخرى بتكون علمية وطبية. أعتذر على الاتحاد يا أخ مراد، في واحد رفع يده الآن، هل نسمح له ولا نختم؟ دكتور عندك وقت؟ لا تفضلوا عادي، لا مشكلة، احنا في حجر. هو الجلسة بتنتهي على الساعة 11:30، فإذا اختتمت معنا خمس دقائق، يعني خمس دقائق اسمح له يجيب سؤال. لا مشكلة تفضل. أوكي والله فتحت الميكروفون بس حتى عشان ما قدرت أقرأ تغريد تقريبا. نعم اوكي طيب. السؤال الاخر يعني اللي هو فعلا هو اللي بيعمل احباط كثير وبيخلي الواحد مش قادر انه يعني بالتغريد، لكن بس الوقت قصير جدا فتختصري بسرعه. اوكي يا شور اوكي طيب شو نصيحتك؟ هو كان كيف ممكن الواحد يكون فاعل؟ يعني انت بتقول انه يعني هيكون في احباط كتير، انت الفكره المختله لن تستمر اوكي، لكن للاسف انه هلا انت بتشوف الافكار المختله، وانت قلت انا شاهدت الشيء اللي بتقوله انت انه المبادرات الفرديه تخنق يعني تجهض. فعلا شاهدتها في مدينتي هون، شاهدتها لدرجة أنه حتى أمور تافهة المجموعة القوية يعني تجهدها، فالإنسان بحيث بالإحباط بالألم، يعني حتى أقرب الناس لك بتصير تحس نفسك غريب عنهم. أعتقد يا أستاذة تغريد وصلت الفكرة. فهمت علي؟ أنا ما and I think هي بدها تكون هي، يعني نحن بحاجة لهالكلام هذا يعني كل يوم، نحن بحاجة لمثل هذا الكلام كل يوم بكل ساعة، ونحن بحاجة لتطوير. نحن في عندنا شباب بتروح عن الطريق بسبب هالأفعال هاي. شكرا لك. وصلت الفكرة. والدكتور بيرد باقي معكم يا دكتور 4 دقائق. طيب هو كيف وصوتكم يقطع يا دكتور؟ تقريبا في مشكله مع الاتصال مع الدكتور، مش عارف وقت اخر ان شاء الله. اعتقد وصلنا للختام ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، اسعدتونا.
وبختم الآن الجلسة. دكتور عادك موجود معنا؟ دكتور صوتك لا يسمع. دكتور إذن خلاص أنا بأختم الجلسة الآن يا شاب وطاب المساء.